والله الف مبروك على الفوز النهارده والاداء. احنا جايين من مصر عارفين قدامنا هدف واحد وجايين نحققه، وعندنا كلنا رغبه ان احنا ناخد البطوله دي. دي البطوله رقم 8 بالنسبه لي، مع ان انا ما بشاركش كتير في الماتشات، ما بشاركش بصفه مستمره. فالحمد لله النهارده، وان شاء الله بنوعد الجمهور ان شاء الله بافريقيا والدوري ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك.